أخيرا الشرعية في شوارع المنصورة بعدن، المدينة التي بقيت طوال الأشهر الماضية معقلا للجماعات المسلحة ومركزا للعمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة المؤقتة منذ تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع، أصبحت الآن أقرب للهدوء بعد أن دخلتها القوات الأمنية وقوات تابعة للمقاومة الشعبية. شوارع المنصورة التي شهدت أكبر عمليات اغتيال استهدفت عددا من قادة الأجهزة الأمنية والمقاومة، كانت تمثل كابوسا للحكومة الساعية إلى فرض سيطرتها على المدينة وإعادة تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن. خلال الأسابيع الماضية كانت القوات الأمنية مدعومة بطيران التحالف قد شنت هجوما واسعا على مواقع المسلحين في المنصورة بهدف استعادتها وضبط الأمن فيها. مصادر محلية أكدت أن قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على مداخل المدينة وعلى معظم المقرات الحكومية ونشرت قواتها على جولة كالتكس وشارع 90. وقال مصدر أمني أن القوات تمكنت من السيطرة على السجن المركزي وحصرت مباني ومناطق سكنية في المنصورة بعد 3 أيام من الاشتباكات، فيما تم ضبط عدد من المشتبه بهم إثر عمليات مداهمة شملت مسلحين ودراجات نارية يشتبه بوقوفهم وراء عمليات الاغتيال التي شهدتها المديرية. العملية تأتي في إطار مساعي الحكومة لفرض سيطرتها على المناطق المحررة وتأمين العاصمة المؤقتة، وينتظر أن تمتد إلى المحافظات المجاورة كأبيان ولحج التي تشهد تواجدا لمسلحي تنظيم القاعدة.